كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا فيديو جديد، بس ما بعرف شو كانت فكرة الفيديو. يعني قاعد بفكر على فيديو اني اقدر اني اوصل لكم اياه، شغلة جديدة موجودة بالصين فما حسيت الا انا قاعد عليها لهي الشغلة اللي بدي اصور لكم اياها اليوم. هي الهالو بايك، الاختراع الصيني اللي غير مجرى تنقل بالصين. خلينا نحكي معه عليه، بدي افرجيكم كيف غير هذا الشيء. استنوا دقيقه اضبط كل شيء وارجع لكم. رجعت لكم. بالنسبة للاختراع هذا الصيني اللي هن اخترعوه، بالبداية كان في بسكليتات، البسكليتات السياكل اللي نحن متعودين عليها، كان في اب موجود، تعال لهون، مثل هذا الكيو ار موجود على كل البسكليتات، فانت بتمسحه باب موجود عندك بالتليفون، بيفتح السيكل، تمشي فيه، بتلف وين ما بدك، بتروح بتجي، بس تخلص منه على الاب بتسكره، بيسكر البسكليت وخلص. البسكليتات صار عندهم أزمة بسكليتات، صاروا يصنعوا بسكليتات زيادة عن اللزوم بشكل مو طبيعي، لدرجة ان طلعت شركات تنافس. يعني الشركة الأولى اللي طلعت فيها فكرة البسكليتات بهاي الموجودة بالصين، فصارت شركة ورا شركة شركة ورا شركة صارت تطالع البسكليتات، وصار التصنيع زيادة عن اللزوم، لدرجة اني صار هلأ في مكبات للسياكل بشكل كبير، ما بيعرفوا كيف بدهم يتخلصوا من هالسياكل. ليش؟ لأنه بيجي الواحد بياخذ السيكل بلفي، ما في ما بيرجعوا للمكان المخصص الموجود فيه للسياكل، بتركه وبمشي. فالشركة ما بتقدر تلمهم وانت رايح، يعني بدها تجي بدها تلم السياكل هاي، صعب على الشركة تروح بس في بسكليت هون ولا بسكليت هون ولا بسكليت هون تلمه وترد ترجعهم على الأماكن المخصص لها. من عدا هيك الناس صاروا ياخذوا البسكليت يمشوا فيه، ما يعرفوا كيف يسكروه مره ثانيه فيتركوه، فيجي واحد ثاني يجي ياخذ البسكليت هذا المفتوح، مثلا يكسر القفل او يكسر الشيء الموجود عليه وياخذ هذا البسكليت ويصير يستخدمه استخدام شخصي. هيك الشركه هيك عم تخسر، فما في شيء عائد مادي إلها. تموا يفكروا. طبعاً الآب الموصول عليك بالتليفون بالنسبة للكيو آر الموجود على البسكليت هو بيكون عليها بياناتك الشخصية وكل شيء. يعني إذا أخذ الواحد بسكليت فتحه ومشي، لما أجا بده يسكره ما تسكر معه لسبب ما، ممكن إن ما في إنترنت، ممكن عطل فني بالبسكليت مع الكيو آر ما قدر يسكر البسكليت هذا، بتركه وبمشي. طيب لما بتركه وبمشي العداد لسه شغال، الفلوس لسه شغالة عليه، لأنه أنت وقت تركبه هذا عم تركبه بمثلاً واحد كواي، لنفرض هو واحد كواي البسكليت لما أول ما بلشوا فيه مسافة معينة، وبصير عليك يزيد شوي 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 شوي، يعني ماكسيموم كان تكون 2.5 كواي، هاي أكتر لو لفيت خيفي كله يعني. فكان الموضوع بالنسبة للشركات هاي ما عاد تقدر تلاحق كل الناس اللي يفتحوا بسكليتات يتركوها، يجي غيرهم ياخذوا البسكليتات يستخدموها استخدام شخصي، تضيع البسكليتات، ما يعرفوا البسكليتات شو اللي عم بيصير فيها، كذا كذا كذا. فصاروا يفكروا لحتى وصلوا للاختراع هذا اللي عنا، اللي هو البسكليت على البطارية، فيك تستخدمه كبطارية، وفي مثل دواسات. بس حاليا فكرة الدواسات مو ماشي كتير مع هذا البايك، لانه مهما كان بتتم بطيئة ومو بنفس سرعة البسكليتات. طبعا موجودة لسه البسكليتات للناس اللي بدهم يريضوا، اللي بدهم ياخذوا البسكليت موجودة. فصار الاستخدام اكتر شيء بالنسبة لهالبايكات البطارية. خليني افرجيكم كيف راح نفتح هذا البايك وناخدكم فيها لفة افرجيكم كل شيء. تعال معاي خليني افرجيهم. اول شيء بتروحوا على علي باي سكان، تروح على سكان بيطلع لكم هاللاين اب مثل ما لكم شايفين. اوكي هاي عطيكم البطاريه كم فيها وكل هاي الاماكن الموجوده اللي هون، انك وين فيك تحط ترجع السيكل. وهون عندكم البطاريه، خلينا نحن نروح على الدفع. طبعا الدراجه هلا عم تفتح، بس ما بعرف هي اول مره تكون بطيئه لهالدرجه. فتحت الدراجه، فتحت. فهلا حاليا خلص شايفين هون العداد صفر، لسه ما في ولا شيء. لما نسكر التليفون لما نوقف الدراجه راح افرجيكم كم كلفت. وهلا حاليا راح ناخذكم جوله بالدراجه ونشوف شو راح يصير. يلا تعالوا. مثل ما انتم شايفين قاعدين عم نسوقها،
ولا كأني في شيء. طبعا مثل ما لكم شايفين هي هون في حتى في دراجات من غير شركة، بس نحن أهم شيء نتعامل مع شركة الألي باي اللي هي من مجموعة جاك ما، مثل علي بابا، التاباو، كلياتهم هدول لمجموعة جاك ما. فأسهل علينا يعني مثل ما لكم شايفين حتى هون في دراجات هي من غير شركة، هاي شركة علي بابا اللي هي علي باي. اوكي مثل ما شفتوها كمان سريعة بشكل مو طبيعي. طبعا مثل ما لكم شايفين هلا حاليا طبعا معي علي كمان عم بيصور معي نفس الفيديو بس باللغة الأذربيجاني. طبعا علي كمان رح يطلع معي بفيديوهات كثيرة لأنه بيحكي عربي بطلاقة. فمتعلم لغة عربية مظبوط، عم نتعاون بالفيديوهات فان شاء الله تكون حلوة. يلا خلينا نروح. فحاليا انا مثل ما انكم شايفين راكب على الدراجة وهي السرعة. فحاليا كمان بده يبدل الدراجة اللي معه لانه البطارية فيها قليلة، فرح يفتح اللهم صلي على النبي بسكليت. ومثل ما لكم شايفين هاي البنات قاعدين راكبين بسكليتات عم بيساوي رياضة. طبعا مثل ما لكم شايفين علي هون ومعاه الكاميرا الثانية، فهلا بدنا نساوي التست للسبيد تبعيت الدراجة. خلينا نشوف كيف راح تصير. مثل ما لكم شايفين هاي هي السرعة. طبعا راح تكون هلا السرعة من جهتين. مثل ما شفتوا بتجوا بالمحل المحدد للدراجة، فبدكم تحطوها مكانها بالضبط عشان تقفل، وإذا ما حطيتوها بالمكان المحدد ما راح تقفل. فهذا هو المكان المحدد، بتطالع انت تليفونك. طبعا بسبب شو مي فيرست، على اساس كان عم بيصورني وكان طافي الكاميرا وقاعد عم بحكي انا، فما صور كل شيء. بس بالاول دفعنا كواين ونص لانه سكرناها، وعلى اساس اني قاعد عم بصور بس طلع ما عم بيصور، فعدنا هذه اللقطه هي فتحنا الدراجه من اول وجديد. راح افرجيكم كيف بيكون هيك عادي. تقريبا هون مثل ما لكم شايفين هون صفر. اول 30 دقيقة ما بيحسبوا اي شيء تقريبا، او بيحسبوا كواين ونص، بس انا هون صفر عندي لانه انا عامل مثل باكج. في عندهم باكجات احيانا انت بتدفع مسبقا وبتستخدم الدراجة اكثر، لانه كنت انا بستخدمها من قبل. بيعطوك احيانا اني فري رايد، اول ما تفتح الدراجة باليوم اول مرة تفتح فيها الدراجة باليوم الواحد اول وحدة بتكون فري، بعدين ببلش عليك العداد من كواين ونص حسب انت واستخدامك، ممكن توصل كواين نص، ثلاثة، أربعة، خمسة. بالنسبة للدراجة العادية البسكليت أول ما تفتحها بتبلش بكواي ونص. فهذا الاختراع كتير حلو. مثل ما لكم شايفين هون هذا هو الاب، فحاليا موجود هذا. فنحن بدنا نطلع، انا بدي اسوي لكم سكان عشان افرجيكم لما بدكم انتم تجوا. هذا عمل سكان لحاله. فمثل ما لكم شايفين مثل ما قلت لكم اني انا لسه بس بستخدم 3 دقائق فاتحها، بس اللي قبلها اخذوا مني كواين ونص، فحاليا انا بدي اسكرها. وهيك بيكون نحن خلصنا، ما دفعنا اي شيء بالنسبه لهي. بس اللي قبلها انا دفعت كواين ونص، تقريبا استخدمناها 30 دقيقه، بتوقع اني استخدمت 30 دقيقه خلال التصوير. هذا الاختراع كثير حلو، يعني مسهل حياه الناس بشكل مو طبيعي. بالبدايه كان في دراجات البترول، فكانوا بدهم يحتدوا من يقللوا من هذا الشيء الموجود بالنسبه لدراجات البترول. بلشوا بمصادره الدراجات البترول، فاجباري بدي يصادروا لهم شيء، بدهم يعطوهم شيء بالمقابل. فكان بالمقابل هي الدراجة سهلت كتير ناس صاروا يستخدموها بحياتهم اليومية، إن كان البسكليت العادي وإن كان بالنسبة للدراجة ألي باي البطارية. سريعة، كويسة، خفيفة، وين ما بتروح بتلاقيها بالصين. إن شاء الله بالوطن العربي يصير هيك، في عنا شغلات. ما بعرف إذا في دول عملتها ولا لا، بس أتمنى يكون بهالكثافة اللي عم بيساوي فيها الصين هالدراجات. يعني حاليا بطل إنتاج البسكليتات العادية يكون بضخ كبير، صار الإنتاج كلياته على هاي الدراجة. هاي الدراجة ما حدا بيقدر يسرقها، ما حدا بيقدر ياخدها. كل المعلومات بالنسبة أول ما تساوي أنت سكان بالنسبة للدراجة معلوماتك موجودة هناك، الباسبور، رقم الاي دي تبعك، حسابك البنك. فإني
مستحيل تهرب من اي شيء اللي ممكن انت تساوي بهاي الدراجة. خربت الدراجة بقطعوا منك، سويت شيء بالدراجة بقطعوا منك، اخذت الدراجة طولت بالوقت اللي انت فيه كله محسوب عليك. البرنامج هذا وهالدراجة سهلوا كتير شغلات صراحة، دراجة عليها 100% بعطيها العلامة الكاملة بالنسبة لتسهيل حياة الناس بشكل عام. ما عاد في شيء أحكي أكثر من هيك، لهم بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم وإن شاء الله نفرجيكم شغلات تانية. لهم باي باي، لايك شير سبسكرايب، سلام.